بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك أتقدم بجزيل الشكر والدعاء للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلا بأخي صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على جهوده في هذه الرئاسة الموفقة المباركة، وخاصة في هذه البرامج النوعية في الدعوة إلى الله، وبرامج أيضا التوعية التي تقوم بها هذه الرئاسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. لقاؤنا أيها الإخوة في هذا اليوم عن قيام الليل فضائل وأحكام. وقيام الليل سنة مؤكدة وهي قربة، وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة بالحث عليها، وأيضا جاءت أيضا الآيات والأحاديث في الترغيب بقيام الليل، وأيضا عن شأنه، وأيضا عن الثواب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والله سبحانه مدح أهل الإيمان والتقوى، مدحهم بجميل الخصال، كما قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ووصفهم الله تعالى أيضا في موضع آخر في قوله سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وأيضا في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وفي ذلك أيها الإخوة تنبيه على فضل قيام الليل، وأيضا أنه من أسباب صرف العذاب وكذلك الفوز بالجنة وما فيها من النعيم المقيم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المتقين في سورة الذاريات بصفات عظيمة، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فصلاة الليل لها شأن عظيم في تثبيت الإيمان والإعانة على الأعمال الصالحة وما فيها أيضا من صلاح الحال. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالاستعداد لهذه المهمة العظيمة وهذه الرسالة يكون بقيام الليل وقراءة القرآن، كما ثبت أيضا عند مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة، يعني الفريضة، صلاة الليل. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام من أجل أن يستغل المسلم هذه الفرصة العظيمة في جوف الليل. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأيضا لحديث كثيرة في هذا الباب، ومنها ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وهي في كل ليلة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعارى من الليل، يعني إذا استيقظ من الليل وذكر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، قال عليه الصلاة والسلام: استجيب له. ثم بين ما يتعلق بقيام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وأيضا جاء في فضل قيام الليل كما روى الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأيضا جاء في السنة الصحيحة ما يفيد أن قيام الليل من أسباب النجاة من الفتن والسلامة من دخول النار. ففي البخاري وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات. وفي ذلك أيضا تنبيه على أثر الصلاة بالليل في الوقاية من الفتن. وفي قصة رؤية ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأيت كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان يعني كقرني البئر، وفيها أناس قد عرفتهم. يقول: فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال: لم ترع. يقول: فقصصتها على حفصة رضي الله عنها، فقصصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ثم بعد ذلك كان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. وأيضا جاء من حديث سلمان الفارسي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قرب من الله عز وجل وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. ولا شك أن ما سمعنا من الآيات ومن الأحاديث فيه دلالة واضحة على فضل قيام الليل وما جاء فيه من الحث على هذا القيام وما يترتب عليه من الفضائل. فلعلنا نلخص ما ذكرناه سابقا في الآيات وفي الحديث، فنجد أن قيام الليل من أسباب ولاية الله ومحبته للعبد، وأيضا هو سبب في ذهاب الخوف والحزن عن العبد، وأيضا هو بشارة للعبد في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا نجد أن قيام الليل هو من سمات الصالحين، وهو من سماتهم في كل زمان ومكان،
وهو من أعظم الأمور المعينة على مصالح الدنيا وأيضا للآخرة. وأيضا نجد أن قيام الليل يحصل بسببه الفوز في الدنيا وفي الآخرة، كذلك صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة، وهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى ومكفر للسيئات. أيضا قيام الليل هو من أسباب إجابة الدعاء، وكذلك الفوز في الدنيا وفي الآخرة، وأيضا فيه فضائل عظيمة، وهو أيضا نجاة من الفتن وعصمة من الهلكة ومنهاة أيضا عن الإثم، وأيضا هو من موجبات النجاة من النار والفوز بأعلى الجنان. هذه الفوائد التي ذكرناها أخذناها من الآيات والأحاديث التي ذكرناها في بداية هذه المحاضرة. أيها الإخوة، إن قيام الليل له فضل عظيم، ويتبين ذلك من خلال النقاط الآتية. أولا، عناية النبي عليه الصلاة والسلام بقيام الليل حتى تفطرت قدماه، فقد كان يجتهد في القيام اجتهادا عظيما، فجاء من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام تخبر عن حاله، تقول: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أيضا الأمر الثاني، أن قيام الليل من أعظم أسباب دخول الجنة، فجاء الحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، يقول: انجفل الناس قبله، وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت فرأيت الناس قد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فجئت لأنظر، فلما تبينت وجه النبي عليه الصلاة والسلام عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يقول: فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أيضا الأمر الثالث في هذه الفوائد، هو قيام الليل من أسباب رفع الدرجات في غرف الجنة، وهذا يدل عليه حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. الأمر الرابع، المحافظون على قيام الليل هم محسنون ومستحقون للرحمة، وهذا يدل عليه قول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الأمر الخامس، أن الله مدح أهل قيام الليل في جملة من العباد الأبرار، كما قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الأمر السادس، أن الله شهد لهم بالإيمان الكامل، فقال سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الأمر السابع، أن الله نفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لا يتصف بوصفهم، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الأمر الثامن، قيام الليل مكفر للسيئات، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم
ومكفر للسيئات ومنهاة للآثام. الأمر التاسع أن قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. الأمر العاشر شرف المؤمن هو قيام الليل، هذا يدل عليه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عندما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. الأمر الحادي عشر قيام الليل يغبط عليه صاحبه، وذلك لعظيم الثواب الذي جعله الله سبحانه وتعالى للقائمين في هذا الوقت وفي السحر. جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ثم قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الأمر الثاني عشر قراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة، وجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والأحاديث والفضائل في هذا الباب كثيرة، ولعلنا نقتصر على ما ذكرناه من هذه الفوائد التي يحصل عليها من وفق لقيام الليل. ولا شك أن لليل أحكام وآداب، فمن ذلك أن ينوي العبد عند نومه قيام الليل، وينوي بنومه التقوي على الطاعة ليحصل على الثواب. جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. وجاء أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. ولا شك أن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه إذا قام يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ، ويذكر الله ويشوص فاه بالسواك كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذكر الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو بعد ذلك. وهذا يدله عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. وجاء أيضا في الحديث من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ويقول أيضا أذكار الاستيقاظ من النوم، ويتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يصلي. الأمر الثالث أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. الأمر الرابع من آداب قيام الليل أن يتهجد في بيته، وهذا لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الأمر الخامس من آداب قيام الليل المداومة على قيام الليل وعدم قطعه، ويستحب أن يكون للمسلم ركعات معلومة يداوم عليها، فإذا نشط طولها، وإذا لم ينشط خففها، وإذا فاتت قضاها. وهذا يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي هذه الصلاة. وجاء أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ولا شك أن هذا أيضا فيه فضل عظيم، وأيضا فيه دلالة على أن المسلم يمكنه أن يقضي هذه الصلاة في النهار. الأمر السادس من آداب قيام الليل أنه إذا غلبه النعاس ينبغي له أن يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه النوم. وهذا يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. الأمر السابع من آداب قيام الليل أنه يستحب للمسلم أن يوقظ أهله لقيام الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل، فإذا أوتر قال لعائشة رضي الله عنها: قومي فأوتري يا عائشة. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وأيضا يدل على ذلك ما جاء من حديث أبي سعيد وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأة فصلي ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولا شك أن في هذا فضل عظيم في أن يحرص المؤمن على أن يوقظ أهله لقيام الليل. أيضا جاء من حديث أبي هريرة ما ذكرناه، وأيضا جاء في حديث آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقه وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فقال لهما: ألا تصليان؟ يقول علي رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال الطبري عن هذا الحديث يقول: لولا ما علم النبي عليه الصلاة والسلام من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، ولكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة
على الدعة والسكون، امتثالا لقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأيضا قول علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله، هذا اقتباس من علي رضي الله عنه من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب يوسف يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وفي لفظ: ماذا أنزل الليلة. الأمر الثامن من آداب قيام الليل أن يقرأ المتهجد ما يتيسر له من القرآن، يقرأ جزءا أو أكثر أو أقل على حسب ما تيسر له من القرآن، بحيث يتدبر الآيات، يقرأ بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، إلا أنه إن كان الجهر أنشط له في القراءة فهو أفضل، أو كان بحضرته من يستمع لقراءته أو ينتفع بها فيكون الجهر هنا أفضل. وإن كان قريبا منه من يتهجد شخص آخر أو من يتضرر برفع صوته فيكون هنا الإصرار أولى في هذه المسألة. وقد دلت الأحاديث التي تدل على هذا الأمر، وما جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. وجاء أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عوف بن مالك الأشجعي يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة، لم يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولم يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت. أيضا جاءت الحديث التي تدل على مثل هذا الأمر كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالقراءة أحيانا وربما أسر بها أحيانا، كما بينت ذلك عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، أيجهر بالقراءة أم يسر، فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما جهر وربما أسر. الأمر التاسع: يجوز التطوع في صلاة الليل بأن يصلي جماعة أحيانا في قيام الليل، وربما صلى لوحده، ويدل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة وصلى منفردا، لكن كان أكثر تطوعه عليه الصلاة والسلام بأنه كان يصلي منفردا. وصلى عليه الصلاة والسلام بحذيفة مرة، وكذلك ابن عباس مرة، بأنس وأمه واليتيم مرة، وبابن مسعود مرة، وبعوف بن مالك مرة، وصلى بأنس وأمه وأم حرام خالة أنس مرة، وصلى بعتبان بن مالك وأبي بكر مرة، وأيضا وأما بأصحابه في بيت عثمان مرة، ولكن لا يتخذ ذلك سنة راتبة، وإنما إذا فعل ذلك أحيانا فلا بأس إذا صلى مع جماعة. الأمر العاشر مما يسن
لقائم الليل هو أن يختم في تهجده بالوتر، أي أن يوتر في آخر صلاته، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وجاء في لفظ عند مسلم: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله لهذه الأحاديث التي ذكرناها فيما يتعلق أيهما أفضل، طول القيام مع قلة السجود أو كثرة السجود مع قصر القيام. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن كثرة السجود والركوع أفضل من طول القيام، واختار هذا الرأي هو طائفة من أصحاب الإمام أحمد، وعللوا بذلك بالأحاديث في فضل السجود. وأيضا منهم من قال أن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود لحديث جابر: أفضل الصلاة طول القنوت. وأيضا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل كثيرا في العبادة ويتلذذ بها، وربما يقوم في صلاة الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في ركعة واحدة من قيام الليل سورة البقرة والنساء وآل عمران. وأيضا أخبرت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتاح بهذه العبادة العظيمة، بل كانت الصلاة قرة عينه عليه الصلاة والسلام، كما جاء من حديث أنس رضي الله عنه يقول: حبب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكانت الصلاة راحة له عليه الصلاة والسلام. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. أما بالنسبة للناس فكان توجيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ. فهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام يدل فيه على فضل قيام الليل، وأن القيام يكون قصدا بعدم التطويل الذي يشق على المسلم حتى لا يمل وحتى لا ينفر من هذه العبادة. فالمؤمن يصلي ويجتهد حسب استطاعته، فإن كان طول القيام أفضل لحاله يطيل القيام، وإن كان كثرة السجود أفضل لحاله فإنه يكثر السجود. فالمرء ينظر إلى نفسه، والمسلم يرى من حاله ما يعينه على هذه العبادة، إما من طول القيام أو من كثرة السجود. أما ما يتعلق بأفضل الأوقات لقيام الليل فلا شك أنه ما جاءت به الأحاديث التي تدل على ذلك، وهو الثلث الآخر من الليل. والصلاة الليل تجوز في أوله، يصح أن يصلي المسلم في أوله أو في وسطه أو في آخره، وهذا يدل على التيسير، فعلى حسب ما تيسر المسلم أن يقوم فإنه يقوم، ولكن الأفضل أن يكون القيام في الثلث الأخير من الليل، لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر،
فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وأيضا جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. هذا ما يتعلق بفضل قيام الليل وأحكامه، وأيضا الآداب التي ينبغي المسلم أن يتأدب بها عند قيامه للليل. أيها الإخوة، أيام معدودة تفصلنا عن موسم عظيم من مواسم الخيرات، موسم فيه التجارة مع الله سبحانه وتعالى، ألا وهو شهر رمضان. فينبغي للمسلم أن يحرص على استغلال هذه الأيام المباركة بصلاة الليل وبصلاة التراويح والقيام. فقد سمعنا في هذه المحاضرة الآيات والأحاديث في فضائل وأحكام قيام الليل، ولا شك أن قيام الليل يتأكد في رمضان، ويستحب للمسلم أن يحافظ على أداء صلاة التراويح في المساجد جماعة مع المسلمين. فلا شك أن هذا هو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الخلفاء الراشدين من بعده. وصلاة التراويح يستحب أن تؤدى جماعة في المساجد، ويستحب للمسلم ألا ينصرف حتى يكمل الصلاة، فإنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كان أو كتب له قيام ليلة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يصلي ما استطاع من الصلاة في الليل، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، كما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى هو خبر بأن يصلي المسلم ما شاء أن يصلي، ولا يحد هذا بحد معين، ولكن يصلي ما شاء حتى إذا خشي الصبح أو ترى بواحدة. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات، يسلم من كل 2 ثم يوتر بواحدة. وأيضا أخبرت رضي الله عنها تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 13 ركعة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أقل من ذلك. وإذا نوع المسلم فصلى في بعض الليالي 11 ركعة وفي بعضها 13 ركعة فلا حرج في ذلك، كل ذلك سنة. ولكن أيضا يجوز له أن يصلي مثنى مثنى، ولو زاد على ذلك فلا حرج في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة أن يبلغنا جميع رمضان، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال. والشكر للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على هذا الجهد المبارك الموفق في مثل هذه المحاضرات التي تسبق هذا الشهر العظيم، والتي تحث الناس على استغلال أوقات هذا الشهر. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.